اشرحوا لي حديث يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم هذا حديث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني من أذى يده فلا يضرب ولا يقتل، ومن لسانه فلا يغتاب ولا يكذب ولا يحرش على الفتنة. فهذا هو المسلم، سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، تمام الحديث. نعم.